مقصد او القصد ان مفيش حاجه بتتعمل الا ولازم كمان يبقى لكم راي. بالظبط كده. ده كان بيحصل يعني في اي وقت، لانه في الاخر احنا نطمن اهو احنا داخلين على دخلنا في مرحله زي ما احنا بنشوف تركيا النهارده. ده صحيح. بعد شر يعني ربنا يحفظ الجميع يعني ويسلم كل البلاد. يا رب. لا حضرتك بتقصد انه حتى المشروعات اللي بتتعمل مش يلا بنعمل عملنا ده وعملنا الكوبري ده وعملنا الطريق وعملنا القطر ده، لا ليكوا راي. ومش كده وبس يعني يمكن تعلم ايضا مشروع محطه ضبع النوويه. ايوه. ومن ثمانينات القرن الماضي المعهد ليه دور في تحديد اختيار مكان المحطه. المكان. وحاليا مع الشركات المنفذه من الجانب الروسي يتم بدقه اولا رصد الزلازل، تحركات القشره، الدراسات الجيوفيزيقيه لبعض المواقع قبل بعض الانشاءات اللي بتتم في الموقع، ويمكن في الوقت الحالي زملاء من المعهد بيقوموا بدراسات او بقياسات في الموقع لصالح الشركاء الروس. فمفاعل الضبع انتوا لكم دور في اختيار المكان ده بالذات من 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 1985 تحديدا. بناء على ايه؟ ايه ليه قلنا المكان ده نعمل فيه المفاعل؟ هو يعني كان في عدد من الاماكن المقترحه تم دراسات ميدانيه، خطوره زلزاليه اللي كنت بقول لسيادتك عليها. ايوه. دراسات جيوفيزيقيه مختلفه بكل انواع الجيوفيزياء المتاحه انذاك. حاليا امكانيات المعهد الجيوفيزيقيه تم تطويرها في ضوء التطور العالمي للتكنولوجيات، اصبح متاح دراسه كل ما تحت سطح الارض بدقه وتفاصيل كامله تؤهل المهندس سواء انشائي او معماري ان ياخد كل تلك المعطيات في حسبانه للوصول لانسب منشا يقاوم شدة الزلازل. احنا عارفين قريبين من البحر المتوسط ولسه بنتكلم على القوس الهيليني والزلازل اللي من حين واخر بيشعر بيها مواطنين. فمهم جدا ان يكون منشآت محطة ضبع النووية مؤمنة لمواجهة مثل تلك التحديات والمخاطر. العلم العالم الهولندي قال الكلام ده ازاي وحصل؟ هل وارد او يبقى فيه توقعات بحدوث زلزال ويحدث؟ خلينا نوضح حاجتين، التوقعات وتنبؤات. تنبؤات. تنبؤات على مستوى العالم مفيش تنبؤ بالزلازل اطلاقا. لا تنبؤ بالزلازل. لا تنبؤ بالزلازل، لكن بديل ذلك هناك دراسات واتجاهات، واحنا المعهد بالفعل بدا فيها مع شركائنا الدوليين، الا وهي الانذار المبكر والحد من المخاطر او درء المخاطر. الانذار المبكر او زي ما بنقول كل زلزال بيبقى ليه اكتر من نوع من الموجات بتصدر منه. التطور التكنولوجي يخلينا نستغل اول موجه زلزاليه بتحدث اللي هي بنسميها البرايمري ويف. في الحاله دي مع تقدم التكنولوجيا نقدر نستفيد من الفارق الزمن دوت ان احنا نعمل اغلاق اوتوماتيكي لمحطات طاقه نوويه، قطارات فائقه السرعه، بحيث لما تيجي الموجه الثانيه المدمره يكون القطار توقف او محطه الكهرباء تم اغلاقها، وبالتالي ما يكونش فيه مخاطر. في دول وعلى سبيل المثال اليابان اللي عندها زلازلها او معظمها في المحيط، بداوا مؤخرا يركبوا محطات زلازل في قاع المحيط، وده بيديله فترات زمنيه من ربع ساعه الى نص ساعه تسجيل للزلزال، وبالتالي يعرف في دوله فيها سلوكيات لمواطن واعي ومدرب ان وقت ما تجيله اشاره على التليفون المحمول او الاذاعه المحليه خلوا بالكم ده في احتمال زلزال، ناس بتاخد اماكنها وبتحمي نفسها. ولذلك زلازل بتحدث في دوله مثل اليابان مفيش ضحايا تذكر زي الالاف اللي احنا شايفينهم النهارده سواء في تركيا او بسوريا. ده جزء من درء المخاطر او الانذار المبكر. هل كان عندكم اي توقعات؟ ده الجزء اللي انا كنت لسه اقوله. التوقعات كالاتي. بطبيعه الحال لو عندك اولاد او حتى حيوانات اليفه تربيها بتعرف من سلوكياتها لو اديته حاجة كويسة تصرف ازاي. نعم. لو حصل حاجة بالظبط كل منطقة فيها نشاط زلزالي لها دراسات. المنطقة دي قبل الزلزال الكبير بيكون في زلازل بيفور شوك، زلازل أولية تمهيدية، أو ان الزلزال بيجي الكبير مرة واحدة ويحدث توابع ليه. متابعة النشاط الزلزالي والسلوكي لكل